استحداث الفعاليات الثقافية وجعلها تنسجم مع واقع اليوم، هو التفسير الموجز لمناسبة افتتاح سوق نويل في دورته الأولى الذي يمثل بوتقة للعديد من النشاطات، حيث يتضمن هذا المزار السياحي الثقافي على معرض لبيع الملابس والأطعمة والألعاب وأدوات التجميل وميزة الدخول مجانا من دون رسوم بفندق نيفوتيل. مدير الثقافة والفنون بوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أمبيلا سيم أمبايو فينسا في خطابه الافتتاحي أشار إلى أن هذه المناسبة جاءت في وقت يشارك فيه الجميع أسعد اللحظات، مؤكدا بأن تنظيم هذا السوق يعد خطوة ديناميكية تسهم في إعادة تنشيط الفعاليات الثقافية والسياحية التي شهدت تراجعا كبيرا خلال العام 2020 نظرا لأثار الأزمة الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا المستجد. وبعد الافتتاح الرسمي لسوق نويل تحدثت صاحبة هذه البادرة عن البرامج المرافقة للسوق. في كادر أنا السوق ده بلا الفنت و اكسبوزيسيون هنا الناس ده عندنا كوليكت هنا دون للناس التعبانين شوية كي والأتامة. خلال 3 أيام سيتيح هذا المعرض للزوار إمكانيات الوصول إلى العديد من المنتجات وخاصة المحلية الصناعية.